سادتي سيداتي سادتي الحياة كلها عبر واحنا فيها فيها صورة من ضمن الصور صورة من ضمن الصور صورة تضحك صورة تبكي صورة تضحك صورة تبكي صورة تعلمنا الحاجة علمنا الحاجة صورة تضحك صورة تبكي صورة تضحك صورة تبكي صورة تعلمنا الحاجة صورة تعلمنا الحاجة سيداتي سادتي سيداتي سادتي سيداتي سادتي سيداتي سادتي الحياة كلها عبر واحنا فيها فيها صورة من ضمن الصور صورة من ضمن الصور صورة منا وهي ضدنا صورة منا وهي ضدنا صورة تزعجها البشر صورة تزعجها البشر صورة منا وهي ضدنا صورة منا وهي ضدنا صورة تزعجها البشر صورة تزعجها البشر سالفي يا شهرزادو ما اقدر يا مولاي ما تقدرين ايه مسرور مولاي انا مستعد اقط ركبتك بتسولفين ولا اخلي مسروره يقص ركبه الحلوه مولاي انا ما اقصد انا قصدي ما اقدر اسولف وسيافك هذا واقف فوق راسي كذي مولاي احس ان الحكي كله يتبخر يروح قول له ابي اتنسم ساد علي الهوى يا مولاي قول له يوخر عني اي صاحي ما في هوى مسرور انجلع واخر منك مولاي ما يصير حتى مكاني اغيره قلت لك استوي غصبا عليك واخر منك يلا اكو راح شهرزاد اكو راح يلا ابوي يلا يا شرشر جيب القصه كان يا مكان في قديم العصر والزمان واحد اسمه ضوء المكان وهو كان ابن تاجر معروف كان يعيش مع زوجته منية النفوس لكن يا مولاي عاش عيشة كثيفة فزوجته منية النفوس ما عجبها الحال وبدت تتذمر عليه قوم خلني أخم الحوش نظيف واليوم يوم الجمعة يعني يوم راحة أنا أدرب الحوش منك قوم عاد أنت قولي لي وين تبيني أقعد رحت الحجرة قلت لي يطلع دشيت المطبخ قلت لي يطلع وين تبيني أقعد يا سلام تبيني أخلي الحوش وسخ عشان خاطرك يا أخي أنا ما شفت ريال مثلك قوم روح حق ربعك أنت ما عندك ربع كله مطيح عندي في البيت وبس أنا أول مرة أعرف إن في مرة تكره قاعدة ريلة في البيت إيه أكره لأنها تزهق تعقد تملل تضيق الخلق ليكون تبيني أسوي مثل صديقي ورشان اللي كلها هايت برا البيت ومرته ما تدري عنه وين رايح يا أخي أنا ماني قادرة أخذ راحتي في بيتي قوم روح عاد يعني شلون تبيني أسوي مثل ما سوى غيري وأتزوج على راسك بعد ويه تتزوج تقطغطاك على غيري أبركلي من قعدتك في البيت هني أنت من صدقش أنت ايه من صجي لانك لزقه لزقه هي قالت كذي هذا اكيد مو بصاحي ولا ما في مره تحرض ريلها على زواج خذ على راسه واكسر عينها هالمغروره هذه انت شو تقولين له شو اقول بعد
قربلت ولدي ولا تهته حتى قلاص الشاي ما تفهم حوله، واخرتها تقول لك تزوج. هي تبي تقهره بس، ولا مو بمعقوله توافق على هالشيء. انت ما تعرفها كثري، هي عبالها ولدي طايح وما حد يبقي ولا حد بياخذ غيرها. لا 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 يما، هي ما تقصد شيء، مثل ما قال ابوي تبي تقهرني وتقيضني، انا اعرفها انا. لا 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 لا، هذه كلام ما يدش المخ، هي مستخفه بك وتشوفك مو بكفو. مو بكفو انا؟ يوزي يوزي عن الصبي، لا تحطينها براسه بروحها، خفيف خفيف انا. ادبها يا ولدي وكسر راسها، وخذ واحده تسوى طوايف طوايفها. لا 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 لا، ما ياخذ، باكر بتطلع له مشاكل اكبر، الزواج مو بسهل، واذا تزوجت من غير موافقتي ما تتم عندي بالمحل، ومليم احمر ما تشوفه مني. وهذه مرتك نفوس، خلها علي انا بصنعها لك. ما يصنعها للزواج، وهالمره انا اللي بخطب لك. اللي شفتها بالسوق القمر، وشوف ذيك الساعه ان ما صارت مثل خاتم في ايديك ما اكون انا مضوء المكان. حياتي حياتي يا شمس النهار، حياتي. ايش منية النفوس؟ يا هلا، حي الله ضوء المكان. انت ليش قاعده ليش؟ قومي دشي غرفتك، الشمس حاره. اي شمس؟ ولا صاير ما عندك تمييز بين النهار والليل؟ ضوء المكان، روح لها لا تطقش. شنو طقني انا؟ ايش فيك انتي؟ انا ما اطق زوجي حبيبي، لكن عندي استعداد اطق احد ثاني. منية النفوس، اعرفك هذه زوجتي شمس نهار، زوجتي الجديده شمس نهار، اعرفك هذه منية النفوس زوجتي القديمه الاولانيه يعني. وين غرفتي؟ وانا ما يشرفني اتعرف عليها. اي طبعا، الحسره وما تسوي. يا شمس النهار، يا منية النفوس، وبعدين معكم انتوا وياه. ها؟ قصدي يعني 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 صيروا مثل الخوات يعني، انتوا بتعيشون في بيت واحد. حبيبتي منية النفوس، احنا شو اتفقنا عليه؟ احنا ما اتفقنا على شيء، وخر عن وجهي، ما اطيق اشوفك. يا بنت الحلال، انا خبرش عاقله انت. وانت مينون؟ ليش يا بنت الناس، انا زوجك ضوء المكان حبيبك. لا والله والنعم، ويظل منك يا مره. يا يبلي غره في البيت وتبيني اسير عاقله يا عاقل؟ مو بنتي اللي قلتي لي ضوء المكان، انا تعبت من الوقفه. روح شيلها يا ضوء المكان، شيلها، شالك وشالها ريح ان شاء الله. اخ صاير لسانك هالايام ما ينطق الا بالكلام الحلو. حياك حياك، هذه غرفتك، حياك تفضلي. جايب وحدة رخوة يا ضوء المكان. حسبي الله عليك يا اللئيمة. لا لا لا، عيب تسبين، انت زوجة جديدة. انتي وبعدين معاك انتي، انا ما تزوجت لي برباك، الحين بتسوي لي مشاكل انتي. حنا ما اتفقنا تجيبها هني. ايوه انا وديها، وانا وديها، ابوي حتى من المحل طردني، انا ما عندي مكان لهالبيت. المرة اللي تحب زوجها تضحي علشانه، وحسب علمي المخيطة مفتوحة اللي يبي يشتغل. فارق يلا وفارق انت وياها، فارق من وجهي. فارقوا الله لا يهنيكم. هي كلمه قلتها وما صدق. خلاص على الحين خبز الخبازتيه، اكلي بروحك. يا يما ما اقدر اكله ولا ابلعه. اخ من لساني، قلت له تزوج وليت لساني انقص قبل لا يقول له تزوج. يا يمه يا حرقت قلبي يا يمه. سمعي، حرقي قلبه مثل محرق قلبك. شلون يمه شلون؟ شلون؟ خلي على الحديده انفلس، ما يحط يدي في مخبه، ما يشوف ولا فلس. اشتري قد ما تقدرين ولا يكون ترحمينه. شلون ارحمه وهو ما رحمني؟ شايك؟ حلوين، عليش بالعافية. بلفين بس. بس؟ بغالين عليك يا أحلى من رأت عيني. إذا مو بغالين علي مثل ما تقول، عيل عطني الألفين. شون؟ ألفين؟ وين أجيبلك أنا؟ ما عندي فلوس. بل؟ ضوء المكان، ولد التاجر المعروف، ما عنده فلوس؟ انت ليش مختشفيني هالشكل؟ ليش ماخذه فيني مقلب؟ انا كنت
ولد التاجر معروف، الحين ما عندي شيء، انا عاطل عن العمل. بس توك تقولي عليك بالعافيه. ايه انا عبالي يعني بفلوسك شريته. نعم بفلوسي. اي فلوس اللي تتكلم عنها؟ الحين اللي سمعك يقول دافع مهر بس للناس. شفت نهار انتي هالكلام، انتي متى تهمش الفلوس؟ اي مو لانها هذه مو بعدله. شوف يا اما انك انت تعدل بيننا، لاني ادري فيك تعطي فلوسك حزوشك الاولانيه، وانا كل ما اطلب منك شيء تقولي ما عندي. كفايه يعني ان انا عندك؟ عشتو ما ادري من عندي. انا ضوء المكان حبيبك. شوف عاد الكلام هذا لا تاكل عقل فيه، كلامك هذا لا يودي ولا يب. تعدل بيننا اهلا وسهلا، ما تعدل بيننا برد بيت اهلي يا عيوني. تردين من بيت اهلك يا عيونك؟ اي نعم، ما دام منت قادر تصرف علي برجع بيت اهلي يا ضوء المكان يا ضوء عيوني. هدي نفسك يا حبيبي، هدي نفسك يا ضو، كل مشكلة ولها حل. تبون تورطوني انتم، تبوني انقط في السجن انا. من اللي يبي يقطك في السجن؟ انت يوهي، تبون يتدين من الناس، حرام عليكم حرام. لا مو بحرام، عادي. عادي؟ عادي انقط في السجن يعني عادي؟ لا، اقصد عادي انك تتوهق، ايش لك بالزواج وانت ريال على قدك؟ منك انت، انت السبب. ما كنت اقصد، يا ريت ما كانت كلمة. الحين يا ريت ها، لو وعتي شبدي كرهتيني في الدنيا انتي، ورطتيني انا خلاص تورطت. يعني انت ندمان من زواجك من شمس النهار؟ تبين الصج؟ بديت اندم انا الحين. عشان اثبت لك اني اصيلة وقلبي ابيض وسامحتك على فعلتك النكراء، انا بشتغل وبساعدك. نعم؟ ابوي عرض علي من زمان اني اشتغل بمخيطة النسوان خياطة. بس انتي ما كنتي تبين تشتغلين من قبل؟ الحين الوضع تغير وأنا لازم أوقف معاك وقفة الرجل للرجل. أصيلة والله، أصيلة يا منية النفوس والله، أصيلة. أنا بعد بشتغل وأساعدك. أنت بعد؟ إيه، منية النفوس مو أحسن مني؟ يا بنت الحلال، أنت كفاية تخفضين طلباتك وتخلينا عايشين سعداء بدون هواش بدون طلبات. مو على كيفك، أنا بشتغل وأساعدك، منية النفوس مو أحسن مني. شمسو، انت ايش تبين تسوين فيني؟ تبين تفضحيني بين الناس؟ تبين تفضحيني بين خلق الله؟ شي يقولون عني؟ زوجات الثنتين يشتغلون وهو قاعد في البيت. يا سلام، ومنية النفوس؟ يبقى ولي سلمك خليها تشتغل. ايش معنى هي تشتغل وانا لا؟ اذا اشتغلت هي بتتكفل بطلباتك انت علي، انا من معاشي بعطيك. ها؟ ابدا، بشتغل واساعدك. انت ما تفهمين؟ ما تفهمين انت؟ انا ما ابي مساعده من احد، ما ابي. بس انا قصب عليك ابي اساعدك. حسبي الله عليك يا ضوء المكان، ايش سويت في نفسك؟ ايش سويت؟ خرجت. يلا قوة ضوء المكان. هلا 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 والله هلا. ايش طابخ لنا اليوم؟ هريس هريس. تسلم ايدك. الله لي سلمك، ان شاء الله ما تهنين فيه. يلا ها اخرت تسلم. وين ها؟ ها ان شاء الله العيش نثري اليوم. ايه نثري. انجيب لك الحين؟ لا لا لا، بغير ثياب الاول. ايه تفضلي. روح بلا رد. انت شايبك هنا يا يبا؟ انا تعبت يا يبا، انا تعبان. ايه تعبان؟ ايش عليك؟ تعبان من الوناسه؟ اي وناسه، الله يهداك يا يبا. انا تعبت من البيت، ولي سلمك يبا تسامحني وتخليني اقعد عندكم بس لين تهدى اعصابي. تستاهل، انا ما نصحتك؟ اي بالله نصحتني وانا ما سمعت نصيحتك. تستاهل ومو بحقك بعد. بعدين تعال هني، انت ايش تخليهم يشتغلون؟ يبا انا وافقت في البدايه على منيه النفوس انها تشتغل، لكن شمسو غارت منه، قالت ابي اشتغل، شو اسوي انا؟ امك كانت تقول تعال باكر شوف ولدك شلون بيعيش من بين ثنتين مدلل، واحدة تغسل ريوله، واحدة تغسل خشمه، واحدة تلبس ثوبه، بيغارون من بعض وبيتبارون على رضاه. ها بيتبارون على غثاك؟ تظن نفسك تقدر على النسوان انت؟ يبا ايش رايك اخذ الثالثه واقهرهم الثنتين؟ تقهرهم؟ انا اللي بعذبك هالمره اذا كررت هالسالفه مره ثالثه. انت ما عندك تاكل، تبي تعرس؟ ما تستحي انت، ما بعينك نقطه حياه. ايه وبقول لي عاد شو اسوي؟ انا كل شغل البيت على راسي، هذا انا من الصبح متنقع من المطبخ، ومن يجي تالي الشهر عطوني المعاش وتوكلوا على الله. انا اقول لك شو اسوي.
انت طلعي منها لا تخربين عقل الصبي. ما في قدامك غير الخطه القاتله. الخطه القاتله؟ يا ريت تعرفين شو تسوي لي شمس النهار عشان اتعلق بها. ايه الغرفه دائما معطره ومبخره والمشموم على السرير وتلبس احسن لبس بعد يعني. وبعدين اذا تناديني ما تقول لي يعني ضوء المكان الشكل خالي، بالعكس يا ضوء المكان يا حبيبي يا نظر عيوني، اللحظات اللي اقضيها معاها جميله فعلا. بس انا اسمع صراخ عليك كل يوم يا ضوء نظرها. صراخه من اللي تصرخ علي؟ مرايتك شمس النهار. لا 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 بالعكس، انا اقول لها ما احب الهدوء، انا احب الاثاره والعنف والقوه يعني. اقول لها لا تدلعيني، صرخي عليه صرخي. يعني صراخها بالنسبه لك تمثيل بتمثيل؟ الصراحه هي يعني ما ترد لي طلب حتى لو كان طلب غريب. زين قوم روح لها. نعم قوم روح لها. بس الجدول يقول ان انا لازم ابات ليلتي هني. ما عليك من الجدول، قوم روح لها. يا بنت الحلال انا ما ابي ازعلك. لا ما عليك، بالعكس انا تعبانه وراسي يعورني وانت صندرت راسي بهدرتك. قوم روح حق مرايتك الجديده. قوم روح لها يا بنت الحلال. خلينا قوم روح لها. توكل الجدول على الله. يقول توكل على الله. اوف هذا مو بعدل مو بعدل مو بعدل. يعني ايش قصدك؟ يعني قصدي هذه مخالفة تستحق عليها اقصى العقوبات يا ضوء المكان. مخالفة؟ اي نعم الجدول. يا بنت الحلال عاد انا بغيت يعني اقعد مع زوجتي حبيبتي القريبة من قلبي. انتي عارفة منية النفوس شو تسوي لي اذا تبيني اتعلق بها؟ تبخر الغرفة بذاك البخور الغالي، تحط لي مشموم على السرير وتكشخ، تلبس احسن لبس. شنو لابسه كانت؟ ايش لابسه ايش لابسه ايش لابسه؟ هي إيه احسن دراعه عندها الحمراء. اي صح صح كانت لابسه الدراعه الحمراء صح. اي بس الدراعه الحمراء كلها شك، والذيل كله مشكوك من فوق لتحت، وعليها ازرق كبار دفشين. صراحه يعني انا ما لاحظت هالشيء يعني. اي ادري انتوا يا الرياييل الاشياء المهمه اللي مثل هذه ما تلفت انتباهكم. عاد انت سمعيني خليني اكمل كلامي. هي ما تقول لي ضوء المكان الشكل خالي. لا تقول لي يا ضوء المكان يا حبيبي، يا ضوء المكان يا حياتي، وساعات تحب تغير شوي تقول لي يا ضوء المكان يا عيوني. منية النفوس. اي انت ليش مستغربه؟ لاني اعرفها تعاملك بدفاشه. يابا هي قدامك تسوي شي، لكن تعالي شوفيها لصباح الاثنين ويا بعض، تبي تاخذ مكانك من قلب شفيك. زين وخل يا بنت الحلال. اسكت بس تصبح على خير. ايش تعب عاد زعلتي انت عاد؟ عاد ازعل؟ ايش منك تبيني ازعل من هالكلام التافه هالخرابيط هذه اللي ما لها معنى؟ انا بس وراي شغل الصبح، تصبح على خير. لا حول ولا قوة إلا بالله، الخطة القاتلة. اسكت أنت، النتيجة تبين بعدين. وشو لا تبين بعدين؟ ها تشوفوا ولدك؟ ولا يهمك يا ولدي، المهم إنك حطيت البذرة. اصبر شوي وبتشوف شلون يتنافسون عليك. يا يما يا يما أنا صبرت وايد، الصبر حدود. قوم يا ولد. الحل عندي أنا. لا ترد على أبوك، أنا لك والشر ما ينالك. اسمع من باكر ترد المحل وشغل حق نسوانك ما في. وانت لازم تكون ريال. شو تقول؟ تعال معاي. يلا شو تسوي انت؟ انت ما لك خص. يلا مش ها؟ يلا شغل ما في؟ ايه نعم ما في. لا شغل في ويكون في علمك بعد. عيش على السفرة ما ابي، البنات قالوا لي صارت لي كرشة من كثر الاكل. اسمع ايش ابي؟ ابي سلطة ولحم مسلوق بس كفاية. وعصا وعصا تصيح في ظهوركم. ايش فيك عمي؟ ايش بلاك انت علينا اليوم؟ يلا يا يوم عندك ايام. يلا يلا وشغل وما في. نعم ويلا كل واحدة على دارها. يلا 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 يلا. زين اللي سويت يا يوبا، لكن بس ما صيحت العصا على ظهورهم. هذه العصا لك. شلون؟ ايه كلمة على اهل بيتك مالك. ثنتين تنسوان ثنتين عندك وكلها تشتكي. ها انت الدعله تاخذ ثنتين، وانا عمري راح مع امك ولا استانست بشبابي. حاضر خذ خذ تعالي. ما
انا ما داني هالصوت كلش، ما داني الديج. يا مسرور جهز سيفك يا مسرور. يما مسرور عليك بالديج، روح في السرقبته بسرعه. اعوذ بالله، حتى الديج ما سلم منك. اي شنو عيل، وانت بعد يلا قموا رقدي وبرزي سالفة حق باكر. إيه ترى والله بقص رقبتك. إيه وإيه يلا قموا رقدي قموا. إيه الحقيقة الحقيقة نعرف الصدق.